week four with the most incredible person ever, Miss Nora. We are working hard. We're starting off with a basic warm up. فاجأت نور ابنة الفنان المصري عمرو دياب الجمهور بإعلانها خطوبتها. ومنذ أن أعلنت نور عن خطوبتها سارع جمهور السوشيال ميديا للبحث عن هوية ومعلومات خطيب ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا بعد إعلانها عن نيتها الاستقرار في جنوب لندن مع خطيبها والذي كشفت أنه بريطاني من أصل أفريقي. I will show you the ring. It's a home getting resized. So I'm gonna move with my fiance. ومما ساعد على الكشف عن هوية العريس قيام نور بنشر صورة لها مع الإشارة إليه عبر ستوري حسابها في إنستغرام مع تعليق جاء فيه أحبك للأبد. خطيب نور عمرو دياب هو صديقها منذ فترة طويلة ويعمل مدرب لياقة بدنية كما أنه يهوى التصوير. ويملك الشاب البريطاني من أصل غاني ويدعى كيران وودورد وله حسابين على إنستغرام، الأول شخصي ولا يوجد فيه أي صورة لنور. وتغزل الجمهور بوسامة كيران ورشاقته معلقين بطرافة أن نور أحسنت الاختيار مثل والدها. I have decided to never feel anything ever again. Thank you for understanding. والحساب الثاني لخطيب نور عمرو دياب فهو خاص بالصور التي يلتقطها، واللافت أن الشاب كيران عرف عن نفسه في الخانة التعريفية الخاصة بالحساب الثاني بأنه يحب التقاط الصور وبشكل خاص صور نور عمرو دياب. وبجولة بسيطة في حسابه هذا يمكن الكشف عن علاقتهما المميزة. وحرص كيران على التغزل بنور في كل صورة ينشرها في حسابه، كما لفت الجمهور إلى أن من الأصدقاء المشتركين بينهما أخت نور غير الشقيقة جنى، وهي الوحيدة من عائلة نور التي تتواجد في قائمة أصدقاء كيران. وكانت أوضحت نور عمرو دياب في فيديو بثته عبر حسابها الشخصي أنها ستعلن للجمهور خبراً جديداً وهو انتقالها بالقطار الذي ظهرت في الفيديو داخله إلى جنوب لندن مع خطيبها. وبدت على نور عمرو دياب السعادة موضحة سبب عدم ارتدائها خاتم الخطوبة، موجهة الشكر لكافة من وجه لها التهنئة من متابعيها بمناسبة خطوبتها. وأشارت نور إلى أن فقدانها الوزن خلال الفترة الماضية منعها من ارتداء خاتم الخطوبة، خاصة بعد أن أصبح بحاجة للتعديل ليكون مناسبا لها. ووعدت ابنة الفنان عمرو دياب متابعيها بنشر المزيد من التفاصيل والفيديوهات والصور خلال الفترة القادمة من رحلتها التي بدأتها مع خطيبها، وكذلك خاتم الخطوبة وتفاصيل أكثر عن خطيبها. وكشفت نور عن هوية خطيبها مشيرة إلى أنه بريطاني الجنسية من أصل أفريقي، معبرة عن سعادتها الكبيرة لتواجدها معه.